يعني اضطرتك الدنيا بوقت من الأوقات إنك تكونين بوق لتيار معين؟ أبداً لم أكن ولن أكن إلا أن أكون مؤمنة، وهذا لا يعتبر بوق. أنا اليوم مؤمنة بمبادئي كما أؤمن بمبادئ الحزب، يكون مواكب وموائم لمبادئي، بالتالي أنا أعبر عن رأيي. طيب كم مرة تركتي هاي القناة؟ مرة واحدة. ليش؟ قدمت استقالتي من القناة، يعني كان اكو سوء فهم بيني وبين إدارة القناة وحلت الأمور بسهولة. إدارة لو مراسل بالقناة؟ لا لا إدارة. أنا سمعت أنه مراسل بالقناة صار خلاف بينك وبينه؟ لا أبداً. أدى إلى خروجك؟ لا أبداً، الإدارة كل المراسلين إخواني وأحبابي. الإدارة شنو كان خلاف؟ عن شنو؟ أمور يعني مادية؟ أمور لا مو مادية، يعني أمور أنا ذكرتها بعض القنوات. ممكن أنا اليوم إعلامية معتدة بنفسي، ما ممكن أنه أتقبل بعض الأمور على نفسي، فممكن الخطأ بي ممكن.